إطار المشاورات واللقاءات اللي كانت تجريها هيئة المهندسين المعماريين لجهات طنجة تطوان الحسيمة منطقة تطوان والوكالة الحضارية، غادي نقوموا بواحد اللقاء تشاوري وتحاوري من أجل دراسة المشاكل التعميرية والمعمارية المتواجدة في المنطقة، وخاصة من أجل إيجاد حلول لتبسيط المساطر، وخاصة بعد الدورية المشتركة اللي جات مع وزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة الخاصة بالسكن في المجال القروي، وتحت التعليمات ديال السيد العامل والسادة العمال ديال تطوان وديال مضيق الفنيدق، غادي نحاولوا نناقشوا هذا الإشكالية من أجل إيجاد حلول. وفي هذا الإطار فإن هيئة المهندسين المعماريين مجندة من أجل المساهمة في الدراسات المحورية لهذه المناطق القروية من أجل التسريع وتيرة السكن في هذه المناطق وكيف تعلمون وأنه فعلا مدينة تطوان والإقليم والمنطقة الآن كتعرف شوية واحد الركود في الميدان ديال التعمير والمعمار. فهذا النهار غادي نحاولوا نناقشوا سبل تبسيط المساطر من أجل إعطاء واحد الدينامية جديدة لهذا القطاع بالتشاور مع الوكالة الحضرية والمفتشية الجهوية للتعمير والإسكان وسياسة المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نحن بصدد التهيئ لتوقيع على اتفاقية شراكة ما بين الوكالة الحضرية لتطوان وما بين الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين فرع تطوان، بحيث أنه الهدف هو أننا ندعم العالم القروي عن طريق تأهيل بعض الدواوير اللي كانت دارت لهم تحديد في بعض الجامعات القروية، والهدف أننا ندير إعادة تأهيل هذه الدواوير بخصوص البناء، بخصوص كذلك التجهيزات الأساسية من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة القروية. إذا هاد الدواوير كيهموا ثلاثة ديال الجامعات القروية بكل من إقليم تطوان وإقليم وعملة مضيق فنيدق. وكذلك الهدف من هذا اليوم هو أننا نبرزوا جميع المؤشرات ديال التسيير فيما يخص الوكالة الحضرية لتطوان، بحيث أنه هذا العام كان حافل بالمنجزات، خصوصا تفعيل الدوريات ديال تبسيط المساطر بالعالم القروي، وهي دورية مشتركة ما بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية. تفعيل كذلك لا سيركولار ديال الدوريه ديال الغي اكزامان، اعاده دراسه الملفات، وفي الاخير من اجل كذلك نطبقوا لو ديكري دابليكاسيون ديال لا ريغولاريزاسيون، تسويه الوضعيه ديال البنايات غير قانونيه.